بسم الله الرحمن الرحيم. السادة مشاهدي قناة الـ HBC وحلقات صحة حواء، أهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات صحة حواء. الحلقة اليوم إن شاء الله هي استكمال ونهاية موضوع الأورام الليفية، وهنضع بعض الأسئلة فيها بقى عشان دي تغطي كل الموضوع بتاعنا. والأسئلة اللي بنتساءل من بعض السيدات أو من الزوجين أو من الأسر العربية بالذات على الأورام الليفية، وهنقول زي ما بيقول المودل أنسر أو الإجابة النموذجية اللي تخص كل سيدة في عمرها المختلف. يعني كل سيدة في عمرها يجب أن يختار الطبيب أو يفصل الطبيب زي ما بيقول فعلا الكتب العلمية، يعني you have to tailor your prognosis، يعني decision making and diagnosis and treatment، يعني تفصل القرار العلاجي التشخيصي والعلاجي لكل سيدة بناء على سنها وعمرها وخصائص معينة لهذه السيدة. يمكن النهاردة في استكمال موضوع الأورام الليفية اتفقنا نلخصها ان احنا شخصناها بالطرق اللي احنا قلنا عليها، وطبعا مفيد جدا جدا ان احنا نستعين بالموجات الصوتية الثلاثية الأبعاد او رباعية الأبعاد مع الرنين المغناطيسي، ويجب ان نضع حجم هذا الورم ومكان هذا الورم والشكوى التي تشتكيها السيدة في قرارنا العلاجي. هذا القرار إما قرار طبي أو إشعاعي، بمعنى أصح باستخدام الأشعة وغلق الأوعية المغذية للورم، أو إن الطريقة الكلاسيكية التي العالم يعني يميل لها تماما وهي الجراحة واستئصال الأورام الليفية. وهذه الجراحة إما بفتح البطن أو الاستكشاف أو باستخدام المناظير الجراحية، منظار البطن يستطيع أيضا قلنا يعمل كل اللي ممكن يعمله الفتح البطن، لكن ببعض القوانين في هذه الأورام الليفية. أيضا منظار الرحم، وشفنا حالات منظار رحم في حلقات السابقة كيف يتم استئصال الأورام الليفية. لو جبنا كده نيجي نبدأ نتكلم بقى إن السيدة بتسأل مثلا سؤال: ماذا لو أنا اكتشفت الورم الليفي بعد سن 40 وأنا مكتفية من عدد الأطفال، وأنا بتعاني يعني هذه السيدة من نزيف مع الدورة؟ بنرجع نقول للحالة دي وبنقول لها وبنقول للأطباء إن هذا النزيف يجب إن الطبيب يبدأ ياخد القرار ما هو سبب هذا النزيف. هل السبب هو إن هو نزيف لا وظيفي، أو بنقول الدي او بي في هذه السيدة يعني لخبطة في الهرمونات في هذه الفترة العمرية، يبقى القرار طبعا هيكون قرار علاج هرموني. أما إذا كان النزيف هو إن الورم الليفي بدأ يكبر أو بدأ يحوز على بطانة الرحم، من هنا بناخد القرار برضه مع السيدة ومع زوجها ما الفرق ما بين استئصال الورم الليفي واستئصال الرحم، وإيه الاستفادة من كل عملية وما هي الأضرار. وطبعا يجب أن احنا ناخد قرار أن السيدة رأيها في هذا الموضوع، طالما أن الورم الليفي يمكن استئصاله بالجراحة، وطالما أن الرحم إذا تم أني أنا تركته في هذه السيدة سليم بدون ورم مش هيحصل مشكلة. المشكلة في بعض الأحيان أن السيدة في هذا العمر بتبقى المشكلة النزيف هو نزيف له علاقة بالعمر، نزيف وظيفي، وبالتالي أن هذه السيدة بعد استئصال الورم الليفي هتعاني من نفس النزيف، ويجب على الطبيب أنه يشرح لها أن الورم الليفي ملوش علاقة بالنزيف، والنزيف متواجد طالما يوجد اضطراب هرموني وفي رحم. وبالتالي يجب على الطبيب أنه يشرح للسيدة العملية اللي هي هتستفيد منها. السؤال الثاني وبرضو أيضا سألت فيه، وهو ورم الليفي وتم تشخيصه أثناء الحمل. هو مش تم، هو موجود أصلا والسيدة حدث لها حمل، وهذا الورم الليفي أثناء عمل الموجات الصوتية لمتابعة الحمل
تم اكتشافه، وبالتالي ده ما نعملوش حاجة ولا نقرب له ولا ليه علاج ولا ليه أي حاجة، لكن بنضع هذا الكلام في الاعتبار إذا بدأ هذا الورم يشتكي من بعض الشكاوي اللي احنا عارفينها كأطباء نقرر العلاج الطبي وليست علاج جراحي. يوجد اللي هنا تقول لي الست طب هذا الورم اللي في بعض الأطباء يقولوا لها إن أثناء القيصرية إني أنا هشيله لك. احنا هنا بنبدأ نقول طبعا للسادة الأطباء والسادة المرضى القصة مش قصة استئصال الورم الليفي أثناء القيصرية. احنا هنيجي نقول ان القرار اللي احنا بنعلمه الأطباء تفادي ان يحدث النزيف، تفادي ان يتم استئصال الرحم أثناء القيصرية، بنقول له ان دايما بنقول ان أبغض الحلال عند الله هو الطلاق، وأبغض الحلال عند الجراح انه يتعامل مع ورم الليفي أثناء ما وجود ولادة إلا إذا اضطر. لكن هنا بنقول له يا دكتور السيدة حدث لها حمل وبعد كده حاول تولد وبأمان بدون ما تتعامل مع الورم الليفي، ثم بعد كده جهزها لو أنت عايز تستأصل الأورام الليفية بعد ما تعدي الفترة بتاعة الرضاعة ويكون الرحم رجع لحجمه الطبيعي. يبقى إذن بنحاول نقول إن إحنا لا داعي للعمل استئصال الورم الليفي أثناء الحمل للولادة إلا إذا بشروط معينة، وهي أن الورم الليفي خارج من الرحم وله وتد كبير وحصل مشكلة أثناء الولادة إن هو الطبيب ما عرفش يرجع الرحم بوجود الورم الليفي أبو وتد، له الحق أيضا أن في الحالات دي يستأصل الورم الليفي، لكن أنا بنصحه برضو هيلاقي مشكلة كبيرة جدا في النزيف من هذا الورم، ويلجأ إلى أنه يبدأ ينقل دم، وممكن في بعض الأحيان بيلجأ إلى استئصال الرحم. نرجع بعد كده تاني بقى، وهي قصة أن بعض السيدات السؤال برضو اللي بتقول لي أنا عندي ورم ليفي وأعاني من تكرار فقدان الحمل. هنا أيضا يجب على الطبيب إن هو يقيم هل فقدان الحمل له أسباب أخرى، لأن أنا النهاردة لو تعاملت مع الورم الليفي وهو ما كانش ليه علاقة بتكرار فقدان الحمل، السيدة دي هتتعرض لعملية ووارد بعد العملية يحدث التصاقات وما يحدثش حمل، ولو كان في سبب آخر غير الورم الليفي هيتكرر أيضا مرة أخرى التكرار فقدان الحمل. يبقى إذن النهاردة لما بنيجي نقول تكرار فقدان الحمل يجب على الطبيب الأول يبحث عن السبب في هذا تكرار فقدان الحمل، ما يحطش دايما المتهم هو الورم الليفي إلا إذا بشروط معينة في تواجده داخل التجويف الرحمي وله علاقة بأنه هو يمنع انغماس المكون الجنيني بطريقة سوية. قصة طبعا ان ايضا السيدة ايضا بتقول لي انا عندي ورم ليفي وعندي تأخر الحمل برضو من ضمن الاسباب. يعني بنرجع نقول ان احد، انا هذكرها دايما بذكرها للاطباء، جالي احد الاطباء وكان زوجته فيها تكرار فقدان الحمل وعملت لها منظار، وانا فاكر كويس قوي ان المنظار لقيت ورمين ليفي، ورم ليفي خارج من الرحم ورم آخر خارج من الرحم في من الخلف الرحم، وتعاملت بالمنظار في كل حاجة وتركت الورم الليفي بالكامل. كان بالنسبة للطبيب بدأ يعني يعمل لي مشاكل بطريقة غير طبيعية، طب ليه ما شلتهوش؟ طب ما هي عملت منظار يعني كنت واجب عليك تشيله، وقعد يخش معايا قعدت أشرح له في جلسة واتنين وتلاتة إن هذا الورم الليفي لا يمنع الحمل، وهذا الورم الليفي في أنا عشان أقدر أتعامل معاه بالمنظار هنلاقي فيه مشكلات كتيرة جدا أثناء العملية وبعد العملية. أثناء العملية هو إني أنا سهل أتعامل معاه، لكن بدأ بعد كده هذا الورم الليفي إن أنا أبدأ أخرجه بره بطن هذه السيدة لازم بنبدأ نعمل أكتر من طريقة، منها المرسليتور المفرمة، ومنها أني أنا أفتح أزود الفتح وأخرجه أو أخرجه عن طريق المهبل من تحت. قلت له أنا كل الكلام ده حطيته في الاعتبار، لكن طالما هو مش هيبدأ يؤثر على تأخر الحمل، وتأخر الحمل كان ليه أسباب أخرى وتعاملناها
وبالتالي هي تستفيد اني انا ما اعملهوش. النقاش ده أخذ شهر واتنين مع هذا الطبيب وهو بزيارته مع مراته. الحل الوحيد اللي خلاه يمنع النقاش معايا والهجوم عليا انها بقت حامل والحمل بقى كويس وكمله الحمل بقى زي الفل. هذا الطبيب جه قال لي فعلا ان المفروض الطبيب المناظير يكون ناضج جدا جدا ويقول ان العمليه اللي انا هعملها استثماري في هذا العمليه يجب ان تكون ترجع بفايده على المريض. ما ينفعش ان انا اعمل شيء وهو في الاخر مش هيفيد المريض او انه هيضر المريض لو عمل التصاقات والالتصاقات منعت الحمل. وبالتالي بنقول ان مش كل ورم ليفي هنستطيع نعمل عمليه ليه ونبدا نحن نتعامل معاه معامله جراحيه بالمنظار بفتح البطن، وهو ده اللي احنا بنقوله في الاسئله بهذا الوضع. الورم الليفي اذا كان موجود حتى لو كان صغير وكان موجود عند خروج الانابيب طبعا هنا ما فيهوش نقاش، يجب التعامل معاه ايضا عن طريق المنظار او عن طريق استكشاف، ويجب التعامل معاه بحرص جدا علشان يختار الطبيب كيف يهاجم هذا الورم، لان القصه هي مش قصه مهاجمته، القصه هو قصه بعد مهاجمته كيف اغلق المكان او التجويف اللي موجود فيه الورم الليفي، وان هذه الغلق التجويف ده يجب ان يكون بعيد تماما عن خروج الانابيب علشان ما يحصلش رشح من الخياطه او يحصل غلق للانابيب بدون قصد للجراح ما يعمله. عشان كده بنعلم الاطباء كيف يهاجم هذا الورم بعيد تماما عن الخروج الانابيب. قصه احد السيدات من يعني مدينه من الجيزه كانت برضو أيضا هي عمر 34 سنة وكلمتني وقالت لي أنا عندي ورم ليفي في العنق الرحم، وترددت على كل الدكاترة وكلهم أجمعوا على استئصال الرحم. بنشد هذه السيدة طبعا، وأنا كلمتها وقلت لها لا طبعا أنا النهاردة ورم اللي في عنق الرحم يمكن قبل كده ما كناش نقدر نتعامل معاه بمعاملة شي كويسة، لكن دلوقتي بعد الطقم الكونسلتو الجراحي بغلق الأوعية المغذية للرحم وغلق الأوعية المغذية اللي هي الأساسية اللي داخل الحوض ممكن الطبيب يتعامل معاه بحكمة ويتعامل معاه باستئصال ورم مع الحفاظ على الرحم. يعني أنا النهاردة بقول إن دي بعض الأسئلة اللي كانت بتتسأل لينا. أحد السيدات كانت أيضا، ودي خلتني هنغير الحلقة القادمة عن حمل خارج الرحم، بتقول إني أنا عندي ورم ليفي وإني أنا جالي حمل خارج الرحم. هل الحمل خارج الرحم هو السبب بتاعه هو الورم الليفي؟ طبعا أنا ما أقدرش أقول هذا القرار لأنه هو في بعض الأحيان يكون سبب، لكن مش هو السبب الأساسي في الحمل خارج الرحم. لكن لما هشوفها أو هشوف الأشعة بتاعتها طبعا، لأن هي وارد تكون عندها ورم ليفي، لكن السبب بتاع الحمل خارج الرحم طبعا ملوش علاقة بهذا الورم تماما، أو يكون لها علاقة لكن بيبقى نادرا أن الورم الليفي بيلعب هذا الدور. هناخد اتصال وهنكمل آخر سؤال على الورم الليفي والحقن المجهري. مدامها؟ أيوه يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا كان عندي تكيس على المضاي. اتفضلي. وانا غبت منه حوالي سنه، نتعالج لمده 6 شهور كده، اللي هي سيدوفاج وزاكارد وكابرجولين وتونادو جيست وفوليك اسيد. استني 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 بس، يعني التكيس على المبايض، ايوه يا دكتور، كونه يديك الميتفورمين اللي هو سيدوفاج او الجلوكوفاج ده احنا متفقين عليه. طب ايه الادويه الثانيه اللي انت قلتيها دي بقى؟ دي منشطات يا دكتور. اللي هي لا، دي مش منشطات خالص يا بنتي، ما تقوليها تانية تلاقيها مش منشطات. هي كابرجولي تونادو جيست. طيب ما دي مش منشطات يا فندم، والايزا كارد مش منشط، ده اسبرين. انا كنت باخد منشط يا دكتور دوفاستون. يا فندم الدوفاستون لا، ده ليست منشط، ده بيدعم بطانه الرحم بعد خروج البويضه. ده انا موافق لان ده بيدعم المشكله في بعض حالات التكيس المبايض التي بها هرمون الذكوره عالي،
بيؤثر هرمونيا على بطانة الرحم، وبالتالي مجموعة البروجستيرون بأي أنواعه هيفيدك فعلا بس بعد خروج البويضة. ده مش منشط، ده تدعيم للبطانة الرحمية. اتفضلي يا فندم. انا عملت يا دكتور كذا متابعه تبويض لمده 6 شهور، وحملت يعني مرتين خلال الـ6 شهور. وايه اللي حصل للحمل يا فندم؟ بنصعب، بيحصل اجهاض، ما بنكملش. الاجهاض في انهي فتره من الحمل يا فندم؟ من غير حوالي 40 يوم بالظبط. يعني اجهاض مجرد ما حضرتك تعملي اختبار الحمل؟ لا، انا الدكتور بيطلب مني تحليل رقمي بيطلع كام؟ والله على حسب، ساعات 300 ساعات 200، مش كله زي بعض. حملت 3 مرات. اكتر مره طلع كام يا بنتي؟ هو اكتر مره غاب لحد 4000. طب 4000 ده كويس، يعني الطبيب المفروض يشوف مكون جنيني داخل الرحم، شافه ولا ما شافوش؟ هو كان بيديني حقن كليكزان وبيقول لي انت عندك مشكله في السيوله، مجرى الدم عندك ضيق. مجرى الدم ضيق؟ ايوه. حلوه دي. يعني ايه مجرى الدم ضيق يا فندم؟ يعني الدم ما بيوصلش للجنين بمعنى اصح. وايه هو التشخيص اللي عمله عشان يعرف هذا الكلام؟ ايه التحاليل اللي عملها؟ اداني عملت تحاليل اللي هو بتاع الوراثه ده بسبب الاجهاض بتاع الجنين، وقال انت عندك لا عالي جوي ولا واطي جوي، انت حاله متوسطه، موجب وسلبي يعني بمعنى صح. التحليل طلع موجب وسلبي؟ اي ده كلام برضو؟ في تحليل بيطلع موجب وسلبي؟ يعني وسط، لا هو اللي عالي ولا هو اللي واطي. يا فندم مفيش حاجه اسمها وسط يا فندم. يعني يوجد مشكله عند حضرتك بتعمل لزوجه في الدم، مش بتوقف الاوعيه، ده لزوجه في الدم. هل المشكله دي موجوده؟ عرفها منين؟ تجلطات يا دكتور في الدم عن خلال التحليل عرفها. يعني هو عمل التحليل وعرفها من هذا التحليل؟ اي. واداكي بعد كده الكليكسان؟ اي. طب بس إيه؟ برضه ما نفعش الحمد. والله يا بنتي طبعا هي قصة لازم الواحد يشوف التحاليل دي، لأن احنا بالنسبة لنا موضوع تكرار فقدان الحمل مشكلته في بعض التحاليل اللي تجيب لي نتيجة، وبعض التحاليل للأسف مضللة، هي بتبقى سليمة لكن الطبيب بيدي الكليكسان أو الأسبرين أو إيزاكارد أو ده بيديه اعتباطا بدون ما حاجة معينة تديله التأكيد إنك أنت محتاجاها. اتفضل يا فندم. انا خدت كل ده يا دكتور، خدت كليكزان ونيتروميك وكوبال وزوزبرين، وخدت دوفاستون، خدت كل ده في فتره الحمل الاخيره. وكملت لحد حوالي 3 شهور كده، وبعدين جالي الحمل ما بيكبرش وشويه والنبض وقف. يا فندم ما هو برضه تاني احنا بنلاقي الكلمه دي دايما، حمل ما بيكبرش والنبض وقف، وهي تطلع في الاخر بويضه فارغه او كيس حمل بدون جنين. ما ينفعش ان هو يقول لي الكلام ده. يعني كان في جنين اصلا ولا ما فيش يا فندم؟ الدكتور وراكي جنين يا فندم، وراكي جنين براس برجلين بايدين بنبض بكل حاجه وبيلعب. انا كنت في الشهر الثالث يا دكتور. يا فندم ما هو الكلام ده بيبان في الشهر الثاني بالسونار المهبلي. يعني السونار المهبلي يا بنتي في الشهر الثاني نستطيع ان احنا نشوف الجنين بكل حاجه فيه. يعني ايه؟ ازاي انت في التالت وهو ما شافش جنين اصلا؟ ازاي؟ لا هو مش ما شافش، هو شافه وكان كويس وسمعني النبض بتاعه والدنيا كانت تمام. حب فجأة قال لي، نزل عليا نقطتين دم كده فرحت له، فقال لي النبض وجع. والله يا فندم معلش، انت محافظه ايه يا فندم؟ محافظه البحيره. طيب اتفضلي يا فندم، هجاوب سيادتك حالا. حاضر. هناخد المدام هبه وبعد كده نتكلم على مدام مها. مدام هبة اتفضلي يا فندم. الو اتقطع. طبعا تكرار فقدان الحمل هي القصة. يعني انا بحاول لغاية دلوقتي، يعني بقالي فوق الـ40 سنة، كل ما يجي لي حالات ارجع لمراجع الجديدة وارجع للقرارات الاخيرة العالمية من القشري الاوروبي او الامريكان الاسرم، وابدأ اخد الجايد لاينز بتاعتهم واشوف احنا متخلفين عنهم بقد ايه. ابص الاقي ان في مشكله تخلف غير طبيعي في القرارات التشخيصيه بتاعه تكرار فقدان الحمل للاسف للاسف. هناخد اتصال وهنكمل مع بعض ازاي قصه تكرار فقدان الحمل. اتفضل يا فندم. استاذ محمد. الاستاذه امينه.
الو، ازيك يا دكتور؟ اهلا اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي. كنت عايزه اسال حضرتك، انا كنت باخد ابره منع الحمل من بطلتها بقالي سنه، يعني ابره منع الحمل اللي موجوده اللي هي كل شهر ولا كل 3 اشهر؟ اللي كل 3 شهور. وسني كام سنه يا فندم؟ 26 سنه، بس انا معايا بنتي عندها 3 سنين ونص دلوقتي. معاكي بنتك، ربنا يخليها لك، 3 سنين ونص. اتفضلي، ايه السؤال يا فندم؟ كنت بطلتها بقالي سنه وعايزه احمل، وكل ما اروح لدكتور يديني منشطات ومنشطات كتير قوي يعني، والدكتوره اخر مره دي قالت لي انت عندك افرازات كتير جدا، وقعدت تشيلي يعني في الافرازات وعطيتني لبوس، تشلك يعني ايه؟ وبعدين راحت جايه قالت لي انت يا فندم يعني ايه كلمة تشلي الافرازات؟ ما قالت لي، قعدت تشيلي بقطنه كده وقعدت تقولي انا بشيل لك الافرازات اللي عندك عشان عندك افرازات كتير جدا. ربنا يسعدها يا فندم، مش لاقي رد طبي عشان ارده للطبيبة. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. وبعدين عطتني ابرتين منشطه وقالت لي تيجي يوم ال 12 متابعه تبويض، اتفضلي. وكل شهر بعمل كده وما فيش حمل خالص، ومبطله الابره بقالي سنه. السؤال لحضرتك، هل الإبرة لها علاقة بتأخر الحمل ولا لأ؟ ولا السؤال ما هو البرنامج اللي أنت عايزة تعمليه علشان يحدث الحمل على طول؟ اي انا عايزه اعرف الابره دي يعني كذا حد قال لي ان هي عملت لك، دكتور كذا دكتور قال لي ان هي عملت لك عقم، لا لا لا، عقم معلش، مؤقت. في بعض الكلمات اللي هو كان بيستغلوها في بعض الافلام بتاعت عماد حمدي من زمان دي احنا لغيناها. يعني احنا بنقول يجب على الطبيب يبلغ سيادتك ما هو تاثير الحقن الفوري وتاثيرها على مدار المده الطويل بعد وقف استعمالها، ده مهم جدا. يعني بعد موقف استخدام الحقن ايه تاثيرها، وبالتالي يجب على الطبيب كان يقول لك هذا الكلام، لان هي تاثيرها بتؤثر اساسي على بطانه الرحم ولزوجه عنق الرحم والانابيب، دي تاثيرها، لكن ملهاش تاثير كتير على خروج البويضه، لها نسبه بسيطه على تمنع البويضات. وبالتالي اذا كانت بعد ما وقفتيها الدوره بتيجي طبيعي وبتيجي في ميعادها الطبيعي وبتيجي مده كويسه، يبقى تقريبا هذه الحقنة ملهاش تأثير خالص، وبالتالي يجب على الطبيب انه يبدأ ياخد برنامج يبحث عن سبب تأخر الحمل السنوي اللي عند حضرتك، يبدأ بتحليل الزوج ثم تحليل لحضرتك اليوم الثالث من الدورة، ثم انه يلجأ الى أشعة بالصبغة. شكرا يا فندم. استاذ ابراهيم، السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، اتفضل يا أستاذ إبراهيم. ربنا يجازيك يا دكتور، أنت نورتنا بالعلم يا دكتور والله. الحمد لله، اتفضل يا فندم، الله يخليك. الله يكرمك يا دكتور. بالنسبة عندنا تأخر حمل 4 سنين و4 أشهر، المخزون المولد عندنا 2 و17. سن كام سنة المدام يا فندم؟ السن 22 سنة ونص. وفي حصل حمل قبل كده ومعاك أطفال؟ لا خالص يا دكتور خالص. يعني دكتور يعني منذ الزواج ما حصلش حمل لغاية دلوقتي؟ خالص يا دكتور خالص. اتفضل، ايه تاني يا فندم عايز تقوله لي؟ اللي احنا يعني بعد ما احنا رحنا دكاتره كتير وكده، مؤخرا رحنا للدكتور في القاهره، ماشينا على برنامج تاخر حمل لمده سنه. احنا الزوجه عندها بطانه مهاجره وتكيس، وعملنا تلقيح مرتين اثنين، تلقيح صناعي. لسه عاملين اخر تلقيح في الشهر ده، شهر 12. اصبر 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 ثانيه واحده. يعني الطبيب عمل تلقيح في سيده عندها بطانه مهاجره؟ بطانه وتكيس. يا نعم. فندم اصبر عليا، البطانه المهاجره لا ممنوع اعمل عليها تلقيح صناعي، عشان اجيب لك من الاخر. ما ينفعش. ليه يا دكتور؟ لان في بطانه المهاجره يا فندم هي بتمنع الحمل الفراش الطبيعي، وتمنع اي حمل ملهاش دعوه بالحقن المجهري. اما التلقيح الصناعي او التلقيح الرحمي، انا هنا البطانه المهاجره تمنع لي الحمل. يبقى ملوش لق... ما ينفعش. وكيف تم تشخيص انها فيها بطانه مهاجره؟ عن طريق التحاليل والفحوصات يا دكتور. نعم يا فندم؟ عن طريق المنظار، المنظار. يعني هو عمل منظار بطن ولقى ان في بطانه مهاجره؟ نعم. والبطانه المهاجره هل الطبيب اداك فكره عن الدرجه بتاعتها؟ درجه متوسطه. مفيش حاجه اسمها لهاش متوسط وكبير، يا واحد يا اتنين يا تلاته يا اربعه. يعني بمعنى اصح هي بريتونيه، ولا بدأت تغزو أكتر من البريتون، ولا إنها دخلت على المبايض،
ولا دخلت ان في التصاق مبايض وانها ماليه اكياس شوكولاته على المبايض، انا معرفش. يعني لازم الطبيب، ليه؟ انا بقول لحضرتك ليه كلمه الدرجه؟ لان في درجه يجب ان كل الدرجات يجب ان يتعامل معاها اثناء عمل المنظار. واحد، في درجات يجب ان هو يتابعها بعد كده ببعض الادويه من 3 ل 6 شهور، ده مهم جدا. في درجه يجب بعد المنظار وعملها يلجا بعد المنظار فورا الى الحقن المجهري. انا ما اعرفش احنا بنتكلم على ايه، على انهي حاله. يعني احنا مش بنتكلم حاجه كده طب عشوائي، احنا بنتكلم على كل حاله لها قرار في اثناء المنظار، لها قرار بعد المنظار، لها قرار في ان ازاي تحمل. ما ينفعش، لازم الطبيب يكون حطك على هذا البرنامج ويفهمك انت في انهي وضع. اتفضل. عملت جميع الفحوصات هنا عندنا في الغربيه يا دكتور، بس لما جيت القاهره في الدقي عندكم الدكتور زميل لحضرتك مشان على برنامج تاخر حمل لمده سنه عن طريق المنشطات والكلام ده كله يا دكتور. تمام يا فندم. يعني برضه ما جابليش فكره البطانه درجاتها والكلام ده كله. يعني اللي شخص البطانه المهاجره تعامل معاها اثناء المنظار وشالها؟ الدكتور برضه ما قاليش حاجه للكلام ده يا فندم. ما هو انت معاك اسطوانه، واخد اسطوانه وواخد منه تقرير وواخد منه كل حاجه. يعني حضرتك متخيل اني انا هدخل بطن مريضه بالمنظار والاقي بطانه مهاجره وهقول لها انا لقيتك والسلام عليكم وامشي؟ ما انا دخلت ليه؟ هو في حاجه اسمها منظار تشخيصي؟ المنظار على طول من اول ما يدخل الطبيب اي حاجه يلاقيها يعملها. المفروض هو دكتور مناظير وعنده القدره ان يتعامل مع اي مشكله هيلاقيها فورا، لان يعني ان هو يتعامل معاها ويبدا يضع برنامج ان عدم رجوعها او ان ياخر رجوعها، وبرنامج ان ازاي يدخل السيده ان يحدث الحمل. وهذا البرنامج بيتقسم الى برنامج فوري اللي هو الشورت بوليسي على طول، اني انا هخلي ازاي ست حامل، ولو ما حصلش حمل اللونج بوليسي انا هدخل ازاي في الحقن المجهري. يعني لازم الطبيب يكون حط الزوجين حضرتك والزوجه على برنامج ايه هو اللي فيها والقرار العلاجي انها تحدث حمل. وانا مش داخل اعمل منظار يعني زي ما بيقولوا حاجه بس كده وخلاص اسمه انها عملت منظار. ما ينفعش. يجب على المنظار يكون ذا جدوى، له جدوى وله فوائد لحضرتك للسيده. ما ينفع. يعني احنا ده اللي احنا بنقول دايما في جراحات المناظير. اتفضل يا فندم. طب حضرتك دكتور تنصح بيا يا دكتور؟ تنصحنا والله بيه. انا قبل ما اخد القرار بالنصيحه يعني اشوف يا ريت الاسطوانه العمليه. ناخد مدام شيماء. استاذ ابراهيم يا ريت نشوف الاسطوانه العمليه عشان نقرر ايه المشكله اللي عندها الحقيقيه. مدام شيماء. اتفضلي يا فندم. الو؟ ها؟ انا ليا سنه متجوزه. طب ما نعلي صوتنا شويه. بقول لك انا ليا سنه متجوزه. يا ستي الف مبروك على الجواز. بس لحد دلوقتي ما حصلش يعني حمل. وسنك كام سنه يا ستي؟ طيب احنا اسفين يا شيماء، معلش الخط انقطع. يبقى اذا زي ما احنا شايفين برضو بنلاقي بعض الكلمات كده، يعني بعض الحاجات احنا في مؤتمرات علمية كنا بنناقش حاجات كده غريبة شوية. زي ايه؟ هل يمكن ان يكون سيدة عندها تكيس مبيضين من الدرجة الشديدة ومعاها هجر بطانة الرحم؟ سؤال طبعا يعني احنا اللي فاهم الطب هيجي يناقشني في كلمة وجود التكيس مع البطانة المهاجرة. تواجد الورم الليفي مع البطانة المهاجرة ده طبيعي، ده الطبيعي ان هما الاتنين شقق ويبقوا موجودين في سيدة واحدة. ناخد اتصال. مين معانا؟ السلام عليكم. يا مدام صفاء. نعم. طب انا مش عارف انت صوتك واطي ليه. طيب الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا. ايوه كده صحيني شويه. اتفضلي. الله يستر حالك، ربنا يكرمك يا دكتور. ممكن استفسار؟ اتفضلي يا فندم. انا دلوقتي عندي في ورم ليفي في نص يعني في نص الرحم، من عند عنق الرحم لنص كده. وسنك كام سنه يا مدام؟
انا عندي 46 سنه. وسيادتك معاكي اطفال؟ معايا اربعه. ربنا يخليهم لك. بتمنعي الحمل بايه يا فندم؟ عزل الوقود. يعني في وسيله لمنع الحمل، سيادتك مش بترغبي على حمل تاني؟ لا 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 لا. ايش الشكوى دلوقتي يا فندم؟ الشكوى دلوقتي هي يعني تعبانه عموما يعني. سمكه عموما كان الاول من حوالي سنتين كان واحد واتنين من عشره او ثمانيه من عشره. دلوقتي 2 في 2. ربنا يسعدك انت والطبيب يا فندم. يا فندم 2 في 2 ايه؟ 1 في 1 ايه؟ انتوا بتتكلموا في حاجات والله ما حد بيتكلم فيها الا الاطباء اللي مش لاقي حاجه يلاقيها ويمسك في متهم والمتهم غلبان. هو ماله؟ ايه شكوتك يا فندم؟ اولا ملوش دعوه بالتعب، ثانيا ولا عمل لك اي حاجه اللي 1 في 1 ده او 2 في 2. عشان يعني لو سمحتي انا بقول دايما ان اذا تم اكتشاف اورام ليفيه في هذا العمر وللاسف الطبيب الاشعه اللي بيقولها او للاسف طبيب النساء اللي بيقولها لاي شكوى للسيده بيقول لها ان الورم الليفي هو السبب، بقت خلاص هو لقى متهم وبقى ماسك فيه وساب كل حاجه تانية. وبتنتقل الورم الليفي، بقولها للطلبه عندي، بينتقل الورم الليفي الصغير اللي يا عيني مظلوم وموجود في الرحم الى فكر وليست الى مرض عضوي، بيظهر بعد كده الى فكر للسيده. هنا اهو بدات اي مشكله تقول فيا ورم ليفي، لا الواحد سنتي بيعمل حاجه ولا 2 سنتي بيعمل حاجه ولا اي الارقام اللي انتوا بتقولوا عليها دي بتعمل حاجه وما بنعملهاش ولا بنقرب لها نهائي. اتفضلي يا فندم. طيب هناخد المدام اميره، وانا بتلاقوني بسخ يعني بسخن جدا لاني انا لقيت احد الاطباء في احد المحافظات عمل فتح بطن العيانه في هذا السن وطلع ورم ليفي 1 سنتي في 1 سنتي. يعني انا طبعا من تحليل الباثولوجي يعني انا صعبان عليا ان فعلا الذبيحه اللي هو ذبحها الدكتور دوت على سنتي وهي مش مستاهله، مش مستاهله اكتر. ناخد اسكندريه معانا. اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. ايوه انا بصي لو سمحت، انا بنتي لسه متجوزه بقى لها 5 شهور. الف مبروك. الله يبارك فيك. هي شالت لمده شهر و4 ايام. هي مين؟ انت سيادتك بتتكلمي على واحده ولا على سيادتك؟ على بنتي انا. ربنا يخليها لك. اتفضل يا فندم. يا دكتور الحمل تم شهر واسبوع وبعد كده حصل سقاطه. سقاطه؟ يعني اجهضت يعني يا فندم. اتفضلي. حصل سقاطه عشان هي الدكتوره قالت لها عندك دهون على الرحم، الدهون دي هي اللي ضغطت على العيل. يا فندم احنا بقى خلاص انا هكلم نقابه الاطباء تلم الدكاتره دي. حاضر. انا وانت عايزيني اعمل ايه طيب؟ طب مش عارف اعمل ايه. رأي حضرتك؟ مفيش حاجه اسمها دهون بتعمل الكلام ده يا فندم، مفيش حاجه اسمها دهون. انا عشان اجيبها من الاخر، الجهاز التناسلي من تحت لغايه فوق ما فيهوش حاجه اسمها دهون خالص، لا على المبيض ولا على الرحم ولا على الانابيب ولا على اي حاجه. اجيبها لكم من الاخر، مفيش حاجه اسمها كلمه دهون دي نهائي نهائي. اتفضلي. طب هي قالت لها تاخد السيتوفاس دوت مره الصبح ومره بالليل. اتفضلي يا فندم. ما هي كده شخصت انها محتاجه مجموعه السيتوفاس لان عندها تكيس مبايض على هذا الكلام. ايوه. كيف تم التشخيص يا فندم؟ اللي هي عندها دهون على الرحم عشان كده عطيتها دوت. يا فندم احنا قلنا يا فندم مفيش حاجه اسمها دهون خالص اصلا. يعني انا اخلي بنتي توقف هو السيتوفاس؟ انا ما قلتش كده، خليها تروح لدكتور بحاله حقيقي يا فندم. بس عندكم دكاتره في اسكندريه شطار جدا جدا واصدقائي ممتازين جدا. يعني يشخص البنت هل عندها تاخر حمل؟ هل الاجهاض اللي هو فقدان الحمل لها علاقه باي مشكله اخرى ولا لا؟ لكن تقول لك دهون هي اللي كبست على العيل ومفيش الكلام ده خالص. كل الكلام ده معلش هتلاقيها دكتوره في الانفوشي او حاجات من دي. اتفضلي يا فندم. ايوه. اتفضلي. طيب ماشي. اتفضلي يا بنتي. هناخد يا جماعه انا يعني قصه الالفاظ استغلال اللغه العربيه بطريقه غير طبيعيه في الطب كده بقت ملفته للنظر بطريقه غير لكل الاطباء. يعني انا مش لاقي لها والله ما في ترجمه حرفيه في الكتب علم امراض النساء والولاده بهذا الكلام. ناخد اسكندريه تاني. اتفضل اسكندريه. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا.
دكتور معلش انا اتصلت الحلقه اللي فاتت بس كان اخر اتصال فحضرتك ما لحقتش ترد على سؤالي ففكر حضرتك السؤال. العيب على السيد المخرج، هو اللي قال لي الميعاد خلص. حاضر هاخد لك حقك منه النهارده. حاضر افكر حضرتك بالسؤال تاني. فالسؤال يا دكتور، انا عندي تكيس على المبايض. اتفضلي يا فندم. والده مرتين قيصريه، والده مرضتين قيصريه، وباخد منشطات كتير بس ما بيحصلش حمل بقالي 5 سنين. يعني دلوقتي نلخص القصه ان حضرتك متزوجه وعندك طفلين، والطفلين الولاده عن طريق القيصريه، ودلوقتي بتبحثي عن حمل جديد، والاطباء قالوا لك ان ده تكيس المبايض. اتفضلي. في حاجه تاني برضه يا دكتور، انا دكتور بعد كل دوره يعني ما بيحصل جماع، فبيحصل لي وجع جامد في بطني من تحت، حرقان وبطني وظهري، والتهابات على طول نازله يا دكتور لحد ما ميعاد الدوره الثانيه ما بتنزل. حاضر. فانا عايزه اعرف من حضرتك تاخير الحمل ده سبب الوجع ده؟ لا احنا هقول لك الطب حقيقي بقى، نحط حضرتك في بوتقه من الحاله ونقول الكلام الصح. طب اخد رانيا بس وارجع لك يا اسكندريه حالا عشان رانيا على الخط. اتفضلي يا مدام رانيا. ايوه يا دكتور. اتفضلي. انا اسفه حضرتك. نعم يا فندم. انا انسى السيد طب استاذ علي خليك معايا، والمخرج بقى بدل ما مش سامع حاجه. اتفضل انسه. واحد. ايوه بص حضرتك، انا عندي ورم ليفي. السن كام سنه يا مدمزيل؟ انا عندي 37 سنه. ما حصلش زواج قبل كده؟ لا لا ما حصلش زواج. ايوه. وعملت اشعه وكده، والدكتور قال ان الورم الليفي وصل لحد بعد السره يعني فوق. ماشي. حجم كبير جدا، وقال ان انا لازم اشيله يعني. طب ايه السؤال بقى؟ يعني طالما الطبيب يستطيع ان هو يستأصل الورم الليفي والحفاظ على الرحم، خلاص انت حقك تاخديه. يعني هو ملهوش اي حل تاني صح؟ لا يا فندم ما ينفعش يا فندم، يعني ما عندناش علاج طبي او علاج اي حاجه لهذا الحجم نهائي. الطريقه الكلاسيكيه يا بنتي، الطريقه الكلاسيكيه على مستوى العالم في جميع وحدات الاورام الليفيه اللي انا شفتها وزرتها وبتعامل معاهم وبراسلهم، الطريقه الكلاسيكيه هو ان يشيل الورم الليفي على طول، ملوش نقاش. طيب يمكن نرجع لاسكندريه. الحاله بقى بتقول ان في تاخر الحمل بعد ولاده قيصريه مرتين. طيب انت معانا، تعالي تاني بقى معايا. فاقول بقول لحضرتك يا دكتور بيحصل لي وجع في بطني من تحت وفي القولون يا دكتور. ما انا هقول لحضرتك بس، هو لاني انا بعيد، انا بالنسبه لي انا يعني قصتي بعيده شويه عن القولون، لكن انا هضع برنامج سريعا لحضرتك. يجب على الطبيب فحص، طبيب يفحص بحقه حقيقي كل الجهاز التناسلي ويعرف ان الالتهابات دي وصلت لايه ودرجه ايه ونوع ايه، وما هو البرنامج العلاجي اللي يقضي عليها ويمنع انها تتكرر مره اخرى. وجود الالتهابات بهذا الوضع بمده طويله لازم يضع الطبيب ان هو انها اثرت على الرحم او الانابيب، وبالتالي بعد ما ان هي بعد ما يدي العلاج ويخليكي كويسه جدا يجب ان هو يعمل اشعه بالصبغه. انا عندي اشعه بالصبغه يا دكتور. وطلع ايه يا فندم؟ قالت لي كويسه بس ما بيحصلش حمل، والوجع ما بيروحش، باخد مضاد حيوي كتير ما بيروحش، ولا الالتهابات ما بتروحش خالص. ما هو كويس يعني، معلش بعد اذن حضرتك يعني خد الاشعه كده وروحي للدكتور نسب حيوي حقيقي يقراها. يعني ياما شفنا اشعات بتتقري غلط، والراي بتاع الاشعه نفسه بيحطها بطريقه مش صح. الطبيب النسا هو افضل واحد هيقرا هذه الاشعه. رجائي بس توجهي على طبيب نسب حيوي حقيقي يعني فاهم القصه ايه، انه يعالجك علاج جيد ونبدأ يبحث عن تأخر الحمل ويضع في الاعتبار ان القيصرية لها علاقة ولا لا، او ان في شيء مكتسب على حضرتك منع الحمل او مكتسب على جوزك، انا ما نعرفش. يجب ان هو يبحث عن تأخر الحمل السنوي. اتفضلي يا فندم. زي ما احنا شايفين طبعا احنا قصة استخدام اللغة العربية أو الوصفات العربية أو زي ما بيقولوا حاجات كده غريبة جدا، يعني يقولوا دهن على المبيض، دهن مفيش، المبيض مفيش دهن يا جماعة، هيجي منين الدهن ده؟ ومفيش حاجة اسمها كيس على، الكيس داخل المبيض ويخرج على الخارجي بعد كده، يعني كيس في المبيض والكيس المبيض إما
عضوي او وظيفي، ويجب على الطبيب التعامل بهذا المنطق، يعني مهم جدا جدا. ويجب على الطبيب ان هو لما يجي يتناقش مع السيده ما يمسكش على حاجه واحده، يجب ان هو ياخد السيده كلها على بعضها بكل المشاكل اللي عندها عشان يستطيع اتخاذ القرار. يعني سيده زي اسكندريه لو احنا قعدنا نعالج الالتهابات وخفت وبقت كويسه ولا زالت عندها تعب في بطنها، طب يعني ما ممكن يكون في مشاكل اخرى، قولون زي ما هي بتقول او اي حاجه، ليه اهضم حقها اني انا ما احولهاش لزميل ليا يكون اشطر مني في علاج هذا الكلام؟ وبالتالي يجب على الطبيب، عشان كده طبيب النساء بيدرس بطنه كويس قوي وبيدرس جراحه كويس جدا وبيبقى دايما ملم بكل الكلام ده عشان يستطيع انه يا اما يحول الحالات او ان يختار الحاله اللي تناسبه فيه ويعالجها بنفسه. معانا اتصال؟ معلش بقى، احنا رجعنا من اسكندريه وطلعنا لاسوان. مدام نوره من اسوان، اتفضلي يا فندم. ايوه يا دكتور، اهلا وسهلا. لو سمحت يا دكتور، انا عملت منظار قبل كده بس ما حصلش الحمد لله، لي 5 سنين. بتقولي ايه؟ عملتي منظار من كام سنه؟ عملت لي السنه الثانيه المنظار. 3 سنين؟ انا متجوزه لي 5 سنين بس عملت المنظار رحمي من سنتين. يعني متجوزه بقالك 5 سنين وعملتي منظار من 3 سنين، وسنك كام سنه؟ 28 سنة. والسيد الطبيب اللي بيعالج سيادتك قال لك ايه التشخيص تقريبا المبدئي في تأخر الحمل؟ قال لي المبيض بتاعك تعبان، مبيض الرحم. أستاذ علي، أستاذ المخرج، أنا مش سامع حاجة. بتقولي إيه يا فندم؟ الرحم يا أستاذ اللي معايا. طب أنت طب هي طب معلش طب معلش، هو ما عرفش يوصل للسيده اللي من اسوان بتقول ايه، فقال لي ناخد نرجع تاني الجيزه، ناخد الجيزه. الو، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. انا يا دكتور كنت عملت اشعه بالصبغه وطلعت عندي القنوات سليمه والانابيب سليمه، عملت اشعه اللي هي ثلاثيه الابعاد، الدكتور قال لي عندك بطانه رحم مهاجره، عندك اكياس اللي هي شوكليت اللي هي اكياس شوكولاته، قال لي الكيس 2 في 2 وكيس 1 سنتي و36 مللي حاجه زي كده. في المبيضين في اكياس ولا مبيض واحد؟ في المبيضين، في المبيضين. اتفضلي. اللي هي اكياس دمويه. يا سيادتك متجوزه بقالك قد ايه؟ 4 اكياس. متزوجه بقالك قد ايه يا فندم؟ 10 سنين. وحصل حمل قبل كده؟ معاكي قد ايه اطفال؟ معايا 2 واخر ولاده من 7 سنين. وسيادتك بتبحثي عن الحمل؟ وفي نفس الوقت ببقى تعبانه قوي، بتجيلي يعني كل شهر ببقى تعبانه جدا، وبيبقى مع ميعاد نزول الدوره بفضل تعبانه من قبل ما تنزل لحد ما تخلص. طب وجع لا يحتمل. اتفضلي، ايه السؤال بقى يا فندم عشان اجاوبك على هذه الحاله؟ انت كده لخصتها لي تلخيص. انا عايز اعرف كده علاجي ايه، اعمل عمليه ولا لازم منظار يا فندم؟ يفضل منظار. يفضل منظار. هو بص يا بنتي، احنا في بعض الاحيان لما يكون الثلاثي الابعاد يعني مش باين قوي طبيعه المكون الكيس، يعني طبيعته ايه، في بعض الاحيان بيبقى الكيس، لان احنا عندنا الكياس الدمويه في المبيض اما بويضه حصل فيها نزيف او اللي هو الغطاء البويضه الكوربسيوتيه وحصل فيه نزيف، ده عضوي يعني وبالتالي اسف وظيفي، او ان اكياس دمويه هجر بطانه الرحم اللي هي اكياس الشوكولاته، لا ده مرضي او عضوي، وبالتالي لك الحق ان الطبيب يديكي بعض البرامج العلاجيه دوره 2 3 ويشوف النتيجه ايه، وقفت على مكانها ولا ايه بالظبط. اذا كانت وقفت على مكانها الصغير دوت، ممكن له الحق انه يبدا لك البرامج التنشيطيه ان يحدث الحمل. إذا الكيس زاد عن حجمه أو المشاكل الآلام متواجدة أو تأخر الحمل بعد التنشيط، يجب الهجوم عليه بالمنظار البطن. تمام؟ يبقى أنا كده لخصتها لك تلخيص سريع جدا. نرجع تاني بنقول يعني هي الآخر حالة بتقصة إنها يا ترى إني أنا أي هجرة بطانة الرحم أهاجمها على طول بالمنظار؟ طبعا زي ما احنا اتفقنا انها لها شروط ايضا، يعني ممكن واحده ست انا اشخص الهجر بطانه الرحم وهي مثلا عندها اطفالها وهي بتمنع الحمل وهي وهكذا،
وبالتالي أنا يجب على الطبيب اختيار البرنامج العلاجي الصح، إما علاج دوائي أو إن هو يبدأ. يعني هندي مثلا، لو السيدة دي مثلا كانت عندها أطفال مش عايزة حمل دلوقتي، هل تعلموا إني أنا لو قلت لها خدي أقراص منع الحمل مدة كويسة، ده هو في حد ذاته هو علاج من هجرة بطانة الرحم، وبالتالي ممكن أستغل أقراص منع الحمل في وظيفة أخرى غير تنظيم الأسرة، إنها تقلل حجم أكياس الشوكولاتة أو أكياس هجرة بطانة الرحم من المبيض. طبعا إحنا قربنا على انتهاء الحلقة، لكن إحنا هنتكلم عن، والله أنا شايفك إنك أنت طيب جدا، أنا متشكر جدا على طيبتك. ناخد آخر اتصال لأني أنا كلنا في القناة تحت أمرك. اتفضل يا فندم. ألو؟ ألو؟ من أسيوط، أهلا وسهلا يا فندم. لو سمحت يا دكتور، أنا بقالي 9 سنين متجوزة وخلصت الطفل، وبعد كده أديله 7 سنين ورحت عملت منظار تكيس على المبايض. يعني سنك كام سنة يا فندم؟ 29. ومخلفة قد ايه؟ مخلفاش غير ولد واحد اديله 7 سنين. مخلفاش يعني ايه؟ يعني معاكي حاجة؟ معايا ولد. ايوه. طيب ما تقولي انا مخلفة ولد، لكن مخلفاش ليه؟ هو معاكي ربنا يخليهولك. الله يخليك يا دكتور. والولد ده عمره كام سنة؟ 7؟ 7 سنين يا دكتور، لسه صغار واديله 5 شهور ناخد منشطات. يعني سيادتك دلوقتي عملتي منظار بقالك قد ايه؟ 5 شهور. وقال لك ايه التشخيص لما عمل المنظار الطبيب؟ قال لي تكيس على المبايض وفيروسات وحبوب جواي. فيروسات يعني ايه يا فندم؟ قال لي حبوب فيروسات. طب يا استاذ علي، يا استاذ المخرج، مش فاهم. يعني يا دكتور قال لي عندك فيروسات. فيروسات ايه يا فندم؟ هو فيروسات بتتشاف بالمنظار؟ تكيسات، يعني تكيسات، وقال عندك فيروسات. تكيسات مش فيروسات، تكيسات. حاضر. وبدأ يتعامل مع تكيس المبيضين، وقال لي سيادتك ان بعد التكيس هيبدأ مع حضرتك تنشيط للتبويض. ايه تاني يا فندم؟ وعندي حبوب يا دكتور شديدة جوايا، الدكتور قال لي عليها فيروسات. حبوب من في الرحم نفسها، في العنق الرحم؟ ايوه يا دكتور. طب ما هو الطبيب يستطيع ان هو يشخص هذه الحبوب دي نوعها ايه؟ انا ما اقدرش اقول الكلام ده الا ما يشوف الطبيب يعرف هو. فيروسات يا دكتور. الايه؟ قال لي ده فيروسات يا فندم. ايوه، يعني هو يعني عايز يقول ما يسمى الهيومن بابيلوما فيروس. هل هي واضحه موجوده في الخارج المهبل وجوه المهبل؟ هي واضحه خارج بره يا دكتور. يعني هي واضحه خارج؟ ايوه يا دكتور. طب ما هنا دي يعني اذا كان هذا الطبيب شاطر كده وشخصها يبقى راجل ممتاز، عليه القرار العلاجي ده مهم، لان دي عدوى فيروس معدي بينك وبين الزوج، يجب التعامل معاه وتاجيل الحمل دلوقتي، لان اي حمل في وجود هذا الفيروسات وارتفاع الهرمونات في جسم السيده اثناء الحمل، الفيروس دوت بيبدا ينشط بطريقه غير طبيعيه، وبالتالي الصح هو ان سيادتك تعالجيه اولا مع الطبيب امراض النساء. وشكرا يا فندم. حاضر يا فندم. طبعا احنا زي ما اتفقنا ان احنا كده تقريبا خلصنا الاورام الليفيه، وان شاء الرحمن الحلقه القادمه للحقن المجهري. حلقات صحه حواء هي حلقات طبيه، هذه الحلقات كل يوم أحد الساعة 8 مساء، مقدمة من الأستاذ الدكتور أيمن حمودة أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب، ونائب رئيس جمعية جراح المناظير المصرية ورئيس وحدة جراحة الأورام الليفية مع الحفاظ على الرحم. إن شاء الرحمن الحلقة القادمة يوم الأحد القادم بإذن الرحمن، حلقتنا بترفع يوميا على اليوتيوب، يمكنكم متابعتها على موقعنا قناة الـ HBC صحة حواء الأستاذ الدكتور أيمن حمودة. وإحنا طولنا عليكم جدا، طولنا على سادة معنا المعدين، ونلقاكم إن شاء الرحمن يوم الأحد القادم الساعة 8 مساء بإذن الله في الحمل خارج الرحم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.